هنبتدي النصف الاول واخبارنا هنبتدي بكره اليد كالعاده، اللعبه الشعبيه الثانيه في مصر وفريق كره اليد في النادي الاهلي طبعا بقياده مستر دانيال الاسباني لعب مباراته الافتتاحيه في بطوله الدوري مع المعادي. استطعنا الحمد لله ان احنا نفوز بفارق كبير ب 31-23، وطبعا حضراتكم عارفين دي اول مباراه بعد الحقيقه الاخفاق في السوبر، وكان مهم جدا الفرقه تبقى خرجت من هذه الحاله. وطبعا بالمناسبه احنا كل الدعم للفريق ان شاء الله، وباذن الله كلنا ثقه في اللاعبين والجهاز الفني ان شاء الله قادرين على استعاده الانتصارات. الجوله الاولى كانت المعادي، والماتش ده اتلعب اول امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراه الثانيه كنا باي، يعني خلاص ما عندناش اشتراك او يعني باي في الجدول. المباراه الثالثه كانت ضد نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك اتاجلت مباراته لانه بيشارك الان في البطوله العربيه. فطبعا فريقنا لعب المعادي، وبعد كده جولتين هيكون مريح. طبعا الفوز على نادي المعادي 31-23 نوعا ما، يعني الفرقه محتاجه يعني نفسيا تستعيد الاتزان مره اخرى، واستعدادا طبعا لبطوله افريقيا القادمه للابطال ان شاء الله، واللي هتكون في اخر هذا الشهر. كل توفيق لفرقتنا. كاميرا الابطال كانت موجوده في الماتش، وده سجلنا التقرير ده، نتفرج عليه ونرجع لحضراتكم تاني. احنا حاليا يعني بدأنا بالسوبر المصري، جهزنا له بقالنا فترة طويلة وسافرنا معسكر اعداد بره، بنجهز لبطولة افريقيا اكتر. عندنا بطولة افريقيا وان شاء الله بعدها كاس عالم اندية على طول، بنجهز لهم يعتبر بقالنا 3 شهور حاطين اول بطولة قوية في الموسم ان شاء الله بطولة افريقيا، ان شاء الله يعني نكسبها بإذن الله، وبعدها على طول كاس عالم أندية. كل ده تحضير ان شاء الله الكاس عالم أندية، ان شاء الله نعمل حاجة كويسة فيها. طبعا كنا بنستعد للفرقة بشكل جامد جدا، علشان يعني لسه خارجين من خسارة، فكان حاجة صعبة ان احنا الفرقة تريكفر نفسها تاني سواء نفسيا او فنيا، فكان دي اول بوينت لينا ان احنا نحاول نخش في الماتش من الاول. وفرقة المعادي في الاول كانت ند معانا، بس الحمد لله الشوط الثاني عرفنا نفتح السكور والماتش رايح الحمد لله. احنا طبعا مش في احسن مود يعني لينا في قبل الماتش، حاولنا ننسى الماتش اللي فات ونشوف اخطائنا ايه ونعالجها. وامبارح عملنا تمرين عشان نتمرن على شويه حاجات نعملها. وطبعا احنا كنا الماتش في اوله كنا بنلعب كويس، بس ما كانش في تركيز في التخليص قدام الجول، بس نفذنا معظم الحاجات اللي كان داني بيقولها، والحمد لله في الاخر قدرنا نفرق بالسكور وخدنا الماتش يعني. وان شاء الله احنا يعني بنحاول نستعد لبطوله افريقيا، وان شاء الله نعوض البطوله اللي فاتت ببطوله افريقيا، وتبقى حاجه كويسه لينا ان شاء الله في اول السنه كده. طبعا كلام اللي في التقرير اللي قالته اللعيبه اكيد بياكد نفس كلامنا، اكيد مفيش لعيب في النادي الاهلي عايز يخسر، ومفيش لعيب مش عايز يسعد الجماهير. وزي ما حضراتكم شايفين حجم الضغط النفسي اللي على اللاعبين، وحجم ان هم قد ايه عايزين يسعدوا جماهيرهم، ان هم بيلعبوا مش احسن مود زي ما حضراتكم سمعتوا، ولا في احسن يعني حاله نفسيه او معنويه، ولكن احنا عندنا هدف بطوله افريقيا في اخر الشهر. نفس الكلام من غير انا يعني والله ما كنت يعني ما سمعتش التقرير، سمعته مع حضراتكم، ولكن ده واضح من كلام اللاعبين انه يعني مش احسن حاجه، ولكن ده كويس يعني لازم نستفاد من المباريات ونعرف اخطائنا ايه، ومفيش يأس نبني وماتش ورا الثاني ورا الثالث، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في النهايه لازم يكرمك طالما انت بتطور من نفسك وبتعلم من اخطائك، وان شاء الله القادم افضل لفريق كره اليد.